صباح الخير ونهاركم سعيد من الـ LBC. موعد جديد يضرب لولادة الحكومة، ولكن تحقيق هذا الوعد مرتبط بالتوصل إلى اتفاق على من سيشغل وزارة الداخلية من تيار المستقبل. والمفارقة أن من سيشغل هذا المنصب لا يحتاج فقط لتسمية من قبل تيار المستقبل، بل يحتاج في الدرجة الأولى إلى موافقة حزب الله. وهذا ما عرقل ولادة الحكومة يوم أمس عندما طرح تيار المستقبل اسم اللواء أشرف ريفي لتولي هذه الوزارة، ووافق على ذلك الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية والرئيس بري والعماد عون والنائب جنبلاط، إلا أن حزب الله رفض هذا الاتفاق وأعلن أن حكومة وزير داخليتها أشرف ريفي لن تمر. فهل يتنازل المستقبل مرة جديدة كي تمر الحكومة؟ وهل صحيح أن حزب الله قبل بنهاد المشنوق أو جمال الجراح؟ وهل صحيح أن اللواء أشرف ريفي مرشح لمنصب وزاري آخر؟ الخلاف الحكومي المستمر منذ 11 شهرا لم يحجب الضوء عن المستجدات الأمنية في البلاد من التفجيرات، وصولا إلى إلقاء القبض على نعيم عباس وما كشفه في سرعة قياسية في التحقيقات عن سيارات مفخخة ومستودعات للمتفجرات والصواريخ. ويجري كل ذلك في ظل ترقب ما اصطلح على تسميته معركة يبرود في القلمون السوري المجاور لبلدة عرسال، حيث ينتظر الأهالي المزيد من النازحين السوريين، وهم يحاولون أن يبعدوا عن هذه البلدة كل اشتباه أو تورط أمني، متبرئين ممن تورطوا بذلك. ضيفنا في نهاركم سعيد اليوم الصحفي والمحلل السياسي أسعد بشارة، ومعه نناقش كل هذه التطورات، وسنطلعكم على أي مستجدات تتعلق بالوضع الحكومي في حال حصولها. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، صباح الخير. مثل العادة بدنا نشوف اليوم حركة السير على بعض الطرقات. بنبلش بأوتوستراد جونية، مع أنه اليوم سبت فيه ضغط سير باتجاه بيروت. منطقة الدورة حركة السير فيها طبيعية جدا، ما فيها أي زحمة سير. بولفار شارل الحلو ومنطقة المرفأ كمان ما فيها أي زحمة سير. ساحة ساسين بالأشرفية حركة طبيعية مع توقف عند التقاطع الرئيسي بساحة ساسين. شارع الحمراء حركة عادية جدا. كورنيش المزرعة كمان الحركة طبيعية جدا. طريق المدينة الرياضية المطار ما في أي زحمة سير، حركة طبيعية في كل الاتجاهات. ومدينة صيدا عم نشوف في ضغط سير قوي كتير بمنطقة ساحة النجمة بمدينة صيدا. أستاذ أسعد، يعني ما نراه في مسألة تشكيل الحكومة وبالتحديد في منصب وزارة الداخلية، يعني طب لماذا لا يترك لحزب الله تسمية يعني وزير الداخلية، بما أنه هو له الحق في وضع فيتوات على الأسماء، والفرقاء الآخرين يعني يتنازلون لحزب الله عن هذه المطالب التي يريدها؟ يعني لماذا لا يترك الحق لحزب الله بأنه يسمي 30 وزير؟ صح، مش هذا سؤالك؟ نعم. يعني بدي أنا انطلق من تحليل شوي تاريخيا قصير لا أوصل لهون، لأقول أنه حزب الله اليوم أثبت أنه لا عهود لحزب الله، ينقلب على كل العهود. بس عم بيشاركوا معه بالحكومة. لا، رح ننتقل وانا رح جاوبك على موضوع المشاركة بالحكومة. هذا الانقلاب على العهود اصبح سمة لحزب الله، فبالتالي نحن اليوم متجهين الى مرحلة هي عنوانها، ولو شكلت هذه الحكومة، عنوانها بداية تفكيك وتفكك الدولة، لانه تفكك الدولة، تماسك الدولة ومؤسسات الدولة لا يكون من خلال تشكيل حكومة بمواصفات معينة ومعايير معينة يضع التهديد يعني المسدس بوجه من يشكلون هذه الحكومة. اليوم أنا تجاوزا لموضوع الكلام عن الداخلية وغير الداخلية، استعرض معي 9 أشهر اللي ماضيين، حزب الله يقرر أن لا حكومة بدون سلس معطل، وأمينه العام بيطلع بيقول كلام من هالنوع قبل شهر ونص، تتعطل الحكومة 9 أشهر. رئيس الحكومة ورئيس الحكومة المكلف والنائب وليد جنبلاط وقوى 14 أدار والمستقلين والبلد كله بده يشكل حكومة، وبده يفوض لرئيس جمهورية ورئيس تمام سلام تشكيل حكومة، ولكن لا، بينزلوا القمصان السود على الأرض، بيتهدد بعملية عدم تسليم وزارات. هذا شو عنوانه هذا اليوم؟ حتى لو شكلت حكومة أو ما شكلت حكومة، نحن اليوم رايحين بمسار نحو تفكك وتفكيك مؤسسات الدولة. بالتالي
القصة أبعد من مجرد عقدة وزارة الداخلية ومن يتولى وزارة الداخلية. القصة هي مسار انحداري نحو تفكك الدولة. طيب بس ولكن يعني حزب الله ما عم بيكون وحيد بهذه العملية. يعني حزب الله يأخذ الموقف وأيضا حلفائه يؤيدونه، والدليل اللي صار امبارح أنه كان في اتفاق الليلة ما قبل الماضية على أن يتولى اللواء أشرف ريفي وزارة الداخلية، وهذا الاتفاق وافق عليه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب العماد عون والنائب وليد جنبلاط. حزب الله رفض، حلفاء حزب الله قالوا له نحن ماشيين معك. اي نحن هذا الفريق اللي نزل على بسبعة ايار، واللي قال حلفاء بيقولوا القطار صار على السكة، واللي نفذ اعتصام شل بيروت، واللي اقفل مجلس النواب. بتتوقع منه اقل من هيك؟ تتوقع منه اقل من هيك؟ النقطة هي مش هيدي مسألة التضامن، يعني مش انه مسألة انه هن حابين يعطلوا، بس انه عم يتضامنوا مثل ما حزب الله تضامن مع العماد عون بمسألة المداورة. أنا إذا هذا النوع من التضامن على تفكيك الدولة مبروك عليهم هذا التضامن، وبيشرفهم كتير هذا التضامن، وبيشرف حلفاء حزب الله قبل حزب الله أن يكون هذا المسار قد وصل إلى هذا الحد من الانهيار الأخلاقي. هذا اسمه انهيار أخلاقي. أولا يعني بهذا الموضوع رح نوصل إلى نقطة الكلام عن تفاصيل وزارة الداخلية وغير الداخلية. نعم. ولكن السؤال هو يطرح اليوم على مش فقط على قوى 14 أدار، يطرح على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وكل القوى، يعني شوي عندها الحد الأدنى. الجمهورية ورئيس مكلف شو بده يعملوا؟ كيف يتم القبول بعملية تعطيل تشكيل الحكومة 11 شهر أو 9 أشهر بهالشكل؟ طيب هيدي مش عم تصرف من رصيد المؤسسات؟ مش عم تودي إلى الانهيار؟ شو يعني كيف ممكن القبول بهذا الشيء؟ وفيما بعد في النهاية يتم الاتفاق على معايير محددة. يا أخي مثل بيقولوا على طريقة أنه قبلنا بالهم والهم ما قبل فينا. اليوم هذه الحكومة، المشاركين بهذه الحكومة من قوى 14 أدار، هذا القرار ألا يعتبر قرار غير شعبي؟ دخل 14 أدار ألا يعتبر نوع من التضحية؟ ولكن الواقعية أملت بحد الأدنى أنه الذهاب إلى حكومة ربط نزاع وإدارة مرحلة انتقالية. إدارة مرحلة انتقالية، حتى بإدارة مرحلة انتقالية بتتفق أنت وياه على معايير من المداورة، من الإسقاط الأسماء على الحقائب، من عملية طلط المعطل، تتفق أنت وياه بالليل صباحا بينقلب على الاتفاق. ايه بس انت كقوى 14 تتفق انت وياه بالدوحه على اتفاق عظيم بينقلب، تتفق انت وياه على انتخابات بالعام 2009 بينقلب صباح تاني يوم على نتائج الانتخابات. فاذا ماذا يعني الاتفاق مع هذا الطرف؟ عظيم اليوم عظيم. بس قوى 14 اذار توافق على كل هذه الامور، يعني اذا كان عم بتقولوا صحيح انه حزب الله ينقلب على الاتفاقات، يعني قوى 14 اذار توافق على هذه الانقلابات، وقت عم تجي بتقولوا لحزب الله اوكي انت طرحت هذا الامر نحن ماشيين فيه، مساله المداوره تمام مشوا فيها كما يريد العماد عون، واليوم مساله الداخليه كمان رح يمشوا كما يريد حزب الله. فاذا مش حزب الله بيتحمل المسؤوليه. انت عم بتواجه موقف يعني ترساني مسلحه، وعم بتواجه تهديد واضح بمحاولة إدارة مرحلة انتقالية بالحد الأدنى. إذا لم تقبل بمطالب حزب الله، شو حزب الله بده يشن عملية عسكرية عليك؟ تقلك البلد معطل، الناس عم تدفع الثمن. يعني أنا ضد المشاركة بهذه الحكومة من الأساس، ولكن أنا الوجهة النظر اللي عم تحكيها واللي هي أصحابها عم يدفعوا ثمنها لأنه هي مشاركة غير شعبية بالجلوس مع حزب الله، هي مشاركة واقعية. لأنه بالنهاية تقلك شغلي بسام، انت السبب الاول هو ان لا تجلس مع متهم باغتيال رفيق الحريري على الطاوله، هيك كانوا يقولوا صح الاول. بس ولكن هذا السبب بدك تشرحه للناس وتقول للناس بالنهايه، وانا مش عم برر، بس انا ضد تشكيل الدخول بهذه الحكومه. بس ولكن ما فيك تنطر لنهايه المحاكمه والمحاكمات حتى تشكل حكومه بالبلد. يعني في النهايه مسار يجب ان يستمر بالحفاظ على السوق، في مسار واقعي انك انت مديت الايد لرئيس الجمهوريه ولرئيس حكومه المكلف تمام سلام تي شكله حكومه موجود فيها حزب الله. ولكن المفارقه انه عمليه التفاوض هذه نعم توضع على الطاوله للقول، هل كان هذا التفاوض منذ البدايه تفاوضا يعني بطريقه ما يفاوض فيه حزب الله؟ هذا سؤال للناس. حزب الله المفارقه عم بفاوض الرئيس سعد الحريري كانه عم بفاوض الكيان الاسرائيلي، يعني كأن عملية تفاوض على الأسرة. يعني بيعمل لك ورقة مطوية بيرجع بيحرك الرئيس نبيه بري من هون، بيرجع بفيق بعد ساعتين على يعني مبارح لما كانت التشكيلة كانت تقريبا خالصة وجاهزة، فاقوا الصبح على اسم اللواء أشرف ريفي ما هيك، ووضعوه كاسم استفزازي، وهذا فخر انه هو استفزاز لمشروع حزب الله. يعني هذا منه كتير، هذا وسام
بالنسبة للواء شفريفي أنه هو استفزاز لمشروع حزب الله. وضعوه من هون فيك تشوف أنه هذه النقطة مش متعلقة بشخص اللواء شفريفي، نقطة رمزية كتير مهمة لازم الرأي العام ينتبه لها، وأنا بعتقد الرأي العام ينتبه لها تماما. لواء شفريفي يمثل بعد مؤسساتي، يعني 8 سنين بقوى الأمن الداخلي، الناس كلها بتعرف سلوكه. أنت كنت ليلة توقيف ميشيل سماحة على تواصل معه، بتتذكر ليلة توقيف ميشيل سماحة وين كنا وكيف كانت المعطيات وكيف تم توقيف ميشيل سماحة؟ اتخاذ القرار بتوقيف شبكة إرهابية بهالخطورة للنظام السوري، واليوم عم بسمع أنه النظام السوري كمان له اليد الطولة بوضع هذا الفيتو، وشي طبيعي، هذا شيء طبيعي أنه حزب الله والنظام السوري حطوا فيتو على شفريفي. من يأخذ القرار ببدء التحقيق باغتيال رفيق الحريري رغم خسارة وسام عيد اللي كان هو وصل، والاستمرار، يعني مش أنت المهم تبلش بملف بهذا الحجم، بتبلشه بتتعرض لاغتيال بتكفيه. من يأخذ القرار بتفكيك الشبكات الإسرائيلية؟ من يأخذ القرار بالأستونيين؟ أو وأول قبل هذا كله يرجع الرأي العام، ورأي العام المؤيد ل 14 أذار بيعرفها تماما هيدي، يرجع الرأي العام لقصة فتح الإسلام ليعرف من هو اللي بقى شفريفي، وهن بيعرفوه تمام. فتح الإسلام هي منظمة سنية في الشكل بعتها النظام السوري لتفجر الشمال وتعمل إمارة إسلامية. اللي واجهها هو اللواء الشفريفي واللواء وسام الحسن، وجهوها بشارع الميتين. الشهيد وسام عيد أصيب في معركة الميتين، كان عم بيقاتل مع اللواء وسام الحسن بقيادة اللواء الشفريفي. فأذن هذا هو الاستفزازي الشفريفي، هيك الرأي العام اللبناني اللي يعرف أنه من هو هذا الاستفزازي الشفريفي، هذا الاستفزازي الذي استفز مشروع الدويلة. وبالتالي من هون خطورة وعمق الموضوع أن يوضع فيتو على اللواء الشفريفي، مش لأنه اسمه الشفريفي، لأنه بما يمثل معمل مؤسساتي، ثانيا مش بس لتاريخه، لما يمكن أن يقوم به في هذه الوزارة. يعني يعني أنا لو ما كان حزب الله أراقب أنه أنا أعطي الحكومة وأهدد بتشكيل كل هالحكومة، على الرغم أنه في جانب من هذه الحكومة له مصلحة فيها حزب الله، لأستبعد اسم هذا الشخص فقط. معناته هذا الشخص لو كان وزيرا للداخلية في هذه الحكومة على كل علات هذه الحكومة، والله يساعد رئيس سعد الحريري يعني على هالورشة اللي واقعيا بده يفوت فيها إجباري، لأنه بده تشكل حكومة بالبلد، يعني في شخص بده يحملها. الرئيس حريري هو بنهاية زعيم وبده يحملها، يعني لأنه في مرحلة انتقالية لا يمكن أن تمر إلا بتشكيل حكومة. حصل تراجع من حزب الله بثلث المعطل، بالتالي يجب أن يحصل واقعيا هذا الأمر. ولكن هم تصوروا أن اللواء الشفريفي في وزارة الداخلية، ففورا وضعوا خط أحمر، وأي كان مكان اللواء الشفريفي، ومع احترامي لكل الأسماء، ولكن هم يعرفون أن اللواء الشفريفي صاحب مشروع في وزارة الداخلية، صاحب مشروع الحفاظ على فرع المعلومات، صاحب مشروع اتخاذ القرار الجريء حين تقتضي الحاجة بكتير قضايا كبيرة وكتير قضايا تمس أمن الناس وأمن المواطنين، مثل ما كان مدير عام لقوى الأمن الداخلي. فبالتالي رمزية هذا الموضوع مش اسمه الشفريفي، من يكون الشفريفي أو فلان أو غيره، رمزية هذا الموضوع أنه حزب الله لا يريد بناء دولة في لبنان. حزب الله يحارب كل رموز العمل المؤسساتي في لبنان، وأبرز هذا أبرز تجليات هذا الموضوع أنه سعد الحريري اليوم خارج لبنان، الرئيس سعد الحريري خارج لبنان، لازم اليوم رئيس كله بسبب حزب الله، هذا رئيس الحكومة أن يكون اليوم هو سعد رفيق الحريري. بس هذا كله بسبب حزب الله، يعني كله بسبب حزب الله. محكمة دولية بتتهم محكمة دولية، خليني كفيلك ما انت انا راح جاوبك دغري باستوريك. تفضل. محكمة دولية يغتال رفيق الحريري، محكمة دولية تتهم حزب الله باغتيال رفيق الحريري كوادر في حزب الله، حتى مش بس المحكمة الدولية، يعني حتى الرئيس سعد الحريري بعد اغتيال الوزير شطح قال انه اللي اغتاله الوزير شطح هي نفسه اللي اغتاله يعني رفيق الحريري، كمان اتهموا لهم. تمام. تكفيلك. تفضل شرف. اقفال مجلس النواب، تجويف وتعطيل الانتخابات النيابية، إباحة جزر الأمنية وما كانوا فيها جزر سنية بطرابلس، حزب الله مصلح ناس سنة بطرابلس وغير المنطقة اللي أخذها مخطفة رفعت علي عيد، حدود مستباحة إلى 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 أقصى الحدود، ذهاب خارج لبنان للقتال وكأنه دولة، دولة تتحدد الدولة في كل لحظاتها، تهيمن على القوى الأمنية، تحاول أن تصادر كل شيء، تصادر الحياة السياسية، تفعل كل ما تفعله، وبترجع بتسألني كله هيدا بسبب حزب الله؟ لا. بس كمان يعني خلي الواحد كمان يكون شوي يشوف الصورة كاملة. يعني اتهام 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 لحزب الله باغتيال الرئيس الحريري، اتهام لحزب الله بباقي الاغتيالات، اتهام لحزب الله انه هو كمان يلي اغتال الوزير شطح، ما قبل اغتيال الوزير شطح غير ما بعد الاغتيال
اغتيال وزير شطح. كمان هو 14 اذار ما بدنا اسماء استفزازيه، حطوا انه وزير جبران باسيل اسم استفزازي وما بعرف مين كمان اسم استفزازي. كل هذا الكلام اللي اطلقته قوى 14 اذار وين هو؟ سؤالك بمسألة التشكيل هذا، سؤالك بمحل، اين هو؟ يعني هذه امور لا حزب الله فرض عليهم ولا الدول الغربية فرضت عليهم ولا الدول العربية فرضت عليهم، هذا كلام لا قيادات ولا قوى 14 أذار هي كانت عم بتقوله. أنا بشاركك الرأي، هي كانت عم بتقوله. سؤالك بمحل، ولكن بدي أقولها بشكل منصف هون، مهما تحسن هذا التفاوض أو كان سيء أو أسوأ أو منيع أو معدل أو ممتاز، مهما كان نحن عندنا مشكلة عضوية. ما حدا يتوهم اليوم أنه بتشكيل هذه الحكومة اجت المن والسلوى ايا كان، يعني ما ناقصه تقنيه. انا شرح لا يتحمل مسؤوليه بما وصل اليه الواقع اللبناني وتحديدا واقع 14 اذار، ما بيتحمل مسؤوليه. لك راح احكي على 14 اذار. انا شرحت معنى وضع الفيتو على الاستفزازي اشرف ريفي، مش تقول انه في سوبرمانيه بالبلد مما كانوا بيحلوا بهذه الوزاره بتغير الواقع كليا، لا مش هيك. انا قلت اقول انه حزب الله يريد، لا يريد مؤسسات في لبنان ولا يريد رجال مؤسسات في لبنان، ولكن بالمقابل تشكيل هذه الحكومة واقعيا على الرأي العام أن يعرف أنه ليس آخر المطاف، في مواجهة حقيقية. يعني الرئيس سعد الحريري بيعرفها، اللي عم بيفوت بهيك حكومة بيعرفها. وين المواجهة؟ وين المواجهة؟ وين المواجهة؟ هذه ما بتشوفها مواجهة. وين المواجهة؟ لا وين، أنا يعني أنا إذا بدي أعمل دي بدي يكون كمحلل سياسي، أنا بشوف في مواجهة. بالعكس أنا بشوف إنه حزب الله يعني يضع الشروط والفرقاء الآخرين يوافقون، إن كانوا بثمانية ولا كانوا بأربعتاعش أدار. بهذا الموضوع إدارة التفاوض وأسقاط الأسماء، هذا صحيح، هذا صحيح، وهذا لا يجب أن يكون أبدا، لا يجب أن يكون. ولكن بموضوع الدخول في الحكومة، الجانب الآخر أستاذ بسام، إنه حزب الله اللي كان عم يرعد وعم بيقول انتصار وغير انتصار، تراجع عن السلسلة المعطل عن تراجع عن خطاب المنابر العالي السقف، وهو بحاجة للسلسلة المعطل حزب الله. يعني لا، لما هو كان طارحه 9 أشهر معطل الحكومة من أجله، يعني طبعا بحاجة لأله، طبعا كان مكسب كبير. تراجع عن عرف 7 أيار على المفروض بقوة السلاح، تراجع عنه. ولكن اليوم الأخطر بهذا الموضوع، ليش عم أقول لك الحكومة شو رح تعمل العجيب؟ هل رح تعمل العجيب ولا لا؟ اليوم عنا البارح رقبت خطاب الرئيس سعد الحريري، أنا الحقيقة يعني ذهلت. أكثر من 20 دقيقة عم يحكي عن الواقع السني. طبعا إيه؟ الواقع السني اللي خلفته عملية الاستفزاز المستمر من قتل رفيق الحريري إلى 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 وما خلقه داخل هذا الشارع من احتقان قد يؤدي بالبعض إلى الذهاب إلى أماكن خطرة. النظام السوري وما فعله بالشعب السوري، 200,000 قتيل وما قد يؤدي، وشفنا بعض تداعياته. فإذا اليوم الاعتدال السني في خطر، عندنا مشكلة داخل. طيب بس كيف بتعالج هذا الموضوع؟ بتعالجه بهذه الطريقة التي تتم حاليا؟ لا مش هذه الطريقة المثالية، مش هذه الطريقة المثالية بكل صراحة. ولكن أنا عم بقول لك إنه ندرس تفاصيل هالمرحلة الانتقالية. هذه المرحلة يمكن أن تدار بطريقة أكيد أفضل بكثير، ولكن هذا لا يغير في الأمور شيئا. المشكلة هي مع الدويلة، المشكلة هي إنه طيب أنا رح أطرح لك شغلة صغيرة. فتنا على الحكومة ومين ما كانت الأسماء، بخيي قدر حزب الله نجح بوضع هذا الفيتو وإجا أسماء أخرى، ورح أفترض إنه هاي خسارة معنوية ورمزية لقوى 14 أذار، مش هيك؟ متفقين؟ طيب هذه الحكومة بعد جمعة جمعتين أو أيام حزب الله رايح فيت على يبرود، يعني فيت على الحكومة وفيت على يبرود بنفس الوقت. طب ماذا تتصرف هذه الحكومة؟ طب كيف يتصرف وزير داخلية الخارجية إذا بعد يبرود زادت حدة الاحتقان وزادت العمليات الانتحارية وزادت عمليات الانتقام، ولأنه يبرود مش نهاية المطاف. إيه بس حزب الله، لأنه القصائر ما كانت نهاية حزب المطاف. حزب الله هو موجود في الحكومة ويعرف كيف يتصرف. الفرقاء الآخرين الموجودين في الحكومة هم لا يعلمون كيف يجب أن يتصرفوا، ولكن حزب الله واضع خارطة الطريق له ويعرف كيف بده يتصرف. بس الفرقاء الآخرين كيف بده يتصرفوا؟ بالحدود الدنيا. قضية الدخول بحكومة مع حزب الله لأنه ما فيها الحكومة تنطر نهاية المحكمة الدولية. عظيم. قضية هذه الدخول لو كانت مرسومة بخطوط معينة من البيان الوزاري، وأنا بعتقد هون بعد تشكيل الحكومة كمان في مشكلة على البيان الوزاري. إلا إذا النائب وليد جنبلاط نجح أنه يخيط له شي صيغة من هود الصيغ الشعرية أنه صار الكلام عن مشاكل إلى علاقة بتوزيع الحقائب وبالتوزير وبالبيان الوزاري، صار أنه الناس عم يخدوه مثل مسحة، أنه أوكي يوم نعترض يوم 2-3-4 والآخر بنمشي، خلص بيمشي الحال، نمشي كما يريد حزب الله بنمشي. في عملية قناعة عميقة، وهيدي أنا مش عم أقولها على سبيل أنا عم أقولها كإنسان لبناني، في قناعة عميقة أنه الرئيس سعد الحريري الذي
ذهب يعني أجبرته ظروف السينسين إلى الذهاب إلى دمشق، وعاد من دمشق سعد الحريري ما عاد تابع للنظام السوري، ورغم كل شيء حصل، رغم كل محاولات تسويات، رغم كل محاولات مد اليد، ولا عم يعمل مد يد، في قناعة ثابتة إنه هذا الرجل لن لا يتغير ولا يساوم. عم تحكيني عن الإداء، كيفية إدارة الملفات هذه، هذا بحث معك حق فيه. أنا كلبناني إلي ملاحظات كتير على يعني كيفية إدارة هذه الملفات، ولكن هل بتقلي بيوصل هالشيء إلى الشك بأنه سعد الحريري ابن رفيق الحريري يذهب إلى تفاوض ويعود غير غير شخص بغير قناعات؟ لك لا، قطعا قطعا لا. هلا جمهور 14 أدار يطالب من هذه القيادة بأن تكون عملية التفاوض وإدارة الملفات أكثر عمقا وأكثر ترتيبا وأكثر إذا بدك هدفية، لأنه مثل عم لك حزب الله مبين كأنه عم بفاوض، يعني أطراف داخل الوطن كأنه عم بفاوض بموضوع الأسرة، عم بفاوض الإسرائيلية، يعني كأنه عم بفاوض سعد الحريري، عم بفاوض الإسرائيلية، أنه هالقد حجمه اليوم. هذه حكومة بالمختصر لا يتوهم أحد أنها حكومة صناعة الأعاجيب. على الحكومة شو لك يعني؟ إدارة مرحلة انتقالية فقط لغير. كيف يعني إدارة مرحلة انتقالية؟ كيف لحتى انتخاب رئيس أو لحتى انتخاب رئيس أو أنه تحل مكان الرئيس قبل الرئيس؟ تحقق للطرفين نوع من طرفين، يعني جزئيا 14 أدار القوات مش مشاركة طبعا. تحقق للطرفين جزئيا مكاسب محدد. التقط وين مكاسب 14 أدار هون؟ أول شيء بتطير حكومة تصريف الأعمال. العظيم يعني لأنك فيتها 25 أيار وحزب الله بده يعمل فراغ رئاسي. ومن هون كلام سعد الحريري امبارح عن الرئيس المسيح. حزب الله لو بده يعمل فراغ رئاسي ما كان مشي بالحكومه. لا يعني حزب الله بموضوع الحكومه مش عم ينظر للموضوع الفراغ الرئاسي، بنعمل بحكومه وبغير حكومه، بحكومه الرئيس نجيب ميقاتي المستقيله وبحكومه جديده بنعمل فراغ كيف ما كان. حزب الله بده يقعد على الطاوله يتصور مع ممثل سعد الحريري، ممثلي سعد الحريري على الطاوله من شان لا يقول انه يقول انه انا عندي غطاء سني. لا، لانه في اجنده معينه داخليه رح تفترض انه هو رح يورط الاخرين. التحدي قدام الرئيس سعد الحريري اليوم اللي قال امبارح انه داعش بما معناه تشبه حزب الله، اذا اشترك على الطاوله مع حزب الله هل هو فايد بمواجهه الى ضمن عملية إدارة المرحلة الانتقالية للانتقال بالوضع إلى أفضل، أم أنه سيضطر إلى أن يشارك حزب الله بهذا الدوز أو ذاك بعملية قتال داعش أو غير داعش في لبنان؟ هذا تحدي كبير. اليوم نحن فيتين بتناقض ومشهد ملتبس. هاي الحقيقة أنا أقولها، مشهد ملتبس. يعني الخيار الذي تم الاتفاق على اللي مشوا فيه بالدخول إلى الحكومة هو خيار صعب جداً، رغم أول شيء غير شعبي، تاني شيء غير صعب، لأنك عم بتدير مرحلة انتقالية مع طرف كنت عم بتواجهه من برا صرت عم تواجهه من جوا، مع طرف متهمته المحكمة الدولية باغتيال رفيق الحريري، مع طرف مستمر هو على طاولة مجلس الوزراء هذه بالقتال في سوريا وعدم الاعتراف يعني بلا إعلان بعبدة وغير إعلان بعبدة ومؤسسات ودولة وهذه كلها أكسسوار. هالطرف مش معترف فيها. انت فايد تدير مرحلة انتقالية لبلد مفتوحة كل الاحتمالات مع هذا الطرف، بالتالي شوف شو بدك تعمل. هل انت فايد على مواجهة على هذه الطاولة مع مجلس الوزراء؟ من هي ادوات هذه المواجهة بهذا الوزير او ذاك؟ انا بقول لك شغلة صغيرة، كل من يتوزرون في هذه الحكومة، وهذا رأي شخصي، رأي شخصي، يعني حكومة كبش المحرقة، حكومة الحقيقة كبش المحرقة، يعني حكومة انا اذا بيعرض على فلان او فلان الدخول يمكن ان يكون في شيء مخاطر على صعيده الشخصي او تضحيه. يعني اللواء ريفي لن يدخل في هذه الحكومه، هو بياخذ القرار اللواء ريفي والناس بتعرفه شو معود عليك بياخذ قراراته لانه مباشر وهو واحد من الناس، بعتقد بياخذ القرار المناسب. بس مهما كان هذا القرار انه معقول يفوت بحكومه اول شيء كان مطروح فيها وزير داخليه يرجعوا على يطرحوه وزير عمل او وزير شؤون اجتماعيه؟ كيف الناس بتشوف اللواء اشرف ريفي؟ كيف هو تطلعوا للناس وطموحه الوحيد انه يمثل الناس بتوقع الكرامة والسيادة وإعادة ترتيب وضع البلد والانتقال الى الدولة الحقيقية؟ كيف هذه كل هاي المنظومة اللي بيحكيها ببياناته واللي بيقولها بمواقفه التلفزيونية وكذا، هذه ما لها وجهين، هذه وجه واحد. بناء على هالشيء هو بيعرف كيف ياخذ القرار، بعتقد انا القرار بيكون بوقت مش بعيد. بس كمان يعني كنت عم تحكي عن مسألة انه امبارح الرئيس، بس تقلك شغلي بالنسبة كمان عم نحكي عن اللواء ريفي اكتر لانه نحن قراب،
بس أنا بحكي هون باسمي الشخصي يعني لا ألزم أحدا بموقفي حتى اللي وقريفي. يعني الحكومة أخرى وزارة غير وزارة الداخلية فيها مخاطر أمنية الحقيقة، يعني فيها انكشاف أمني على شخص مهدد جدا 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 بالاغتيال. وهذه قضية مش رح أخذها اليوم كأنه مجرد تفصيل، هذه قضية في عليها علامة استفهام مشبوهة، يعني مشبوهة جدا. يعني في كتير أمور غير أنه الناس بدها مواقف مختلفة، في كتير أمور تملي اتخاذ الموقف بناء على المخاطر الأمنية. لأنه اللواء أشرف ريفي لما بينرفض كوزير داخلية وبيعطى حقيبة أخرى، إذا على فرض إذا هناك حقيبة أخرى، وين الوزارات موجودة بلبنان؟ كيف طريقة التنقل؟ كيف قتل محمد شطح؟ كيف استهدفوا رموز 14 أدار واحد وراء الآخر مثل العصافير؟ بالتالي نعم هذه كلها موجودة في الاعتبارات، بس الاعتبار الأول أن تكون المشاركة في هذه الحكومة بسواء شارك اللواء أشرف ريفي أو ما شارك اللواء أشرف ريفي، وهذا تفصيل الأشخاص اليوم. المشاركة في هذه الحكومة هي يجب أن تكون تعبير عن معايير إدارة مرحلة انتقالية ونقل المواجهة من خارج إلى داخل، على الرغم من الأكلاف الكبيرة التي ستدفع في مواجهة على طاولة مجلس الوزراء. عم برجع بقول لك بسام، أنت فايت على بحكومة مع طرف وكأنه أصبح في بلد آخر، مع طرف بده يعني فاتح معركة يبرود بعد 3 أيام. شو بيتغير فأذن إذا أنت هلأ عم بتواجه، يعني إذا المواجهة حاليا موجودة وهالمواجهة موجودة سياسيا، أنه فت على الحكومة واستمرت المواجهة السياسية، شو بده يتغير بالبلد؟ يعني البلد معطل، وفي مسار اللي بلشت فيه من أول حلقة الساعة 10 هلأ الصبح، في مسار إلى تفكك الدولة للأسف. لا عم بنعي ولا عم بتشائم ولا عم يعني بكب سلبيات، في مسار تفكك. اللي بده يقنعنا انه من 2005 الى اليوم حزب الله مش عم بيقود البلد الى تفكك الدولة، وبديش ارجع كررهم كلهم لانه كررناهم كتير، 2005 استقالة الوزراء، تعطيل المحكمة الدولية، اقفال مجلس النواب، اغتيالات مستمرة، اعتصام وسط بيروت، عدم القول بقبول بنتائج الانتخابات، طعن الدستور، استباحة كل شيء، ذهاب الى سوريا. يعني ذهاب الى سوريا، فيش دولة في العالم جيشة موجود يراقب جيش آخر غير شرعي راح يقتل بدولة تاني، بصير عملية تسهيل مرور. طب هل هذا الشيء موجود؟ هل هذا الشيء مطروح؟ بس اليوم إذا هذا مش هو تفكك الكامل للدولة، طيب يتعز حزب الله من موضوع الخطر المذهبي؟ هل يتعز؟ هل يتعز مما يجري في كل دول، يعني بعض الدول اليمن عم تتفكك إلى ستة بس؟ حزب الله بيقول إنه هو قتاله في سوريا يدرأ الفتنة في لبنان. لو كنت أعلم شيء شبيه باللي كنت أعلم. هلأ امبارح الرئيس سعد الحريري عندما تحدث أو عندما أجرى مقارنة بين داعش وحزب الله، الرئيس سعد الحريري قال أن يقف إلى جانب حزب الله هلأ في هذه الحكومة بمواجهة الإرهاب الذي يحصل في لبنان الذي تقوم به داعش وتقوم به النصرة. الحريري اللي شفهمته من الحريري أنه يعتبر داعش هي مثل حزب الله. إيه أوكي، بس هو سيكون إلى جانب حزب الله في مواجهة داعش في هذه الحكومة. لا 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 لا، كيف لا لا لا، هذا هو التحدي الكبير. أنا ما عند أنت ما عندك جواب وأنا ما عندي جواب، بس أنا عم أقول شو هي، شو يؤيد الإرهاب في لبنان، شو هي عناصر، شو هي عناصر قالوا نحن الاعتدال ونحن نرفض داعش ونرفض النصرة ونرفض كذا، شو هي عناصر المواجهة على هذه الطاولة، على هذه الطاولة التي رح يصير عليها بلاوي، شو هي عناصر المواجهة؟ يعني حزب الله سيجد إذا تشكلت، هلا ما بعرف إذا خلال الساعات المقبلة، ما بعرف يعني هذا احتمال، إذا تشكلت بدايتها خلاف حول البيان الوزاري، صحيح؟ مثل ما قلت لك إذا نجح يعمل شي صيغة شعرية الأستاذ وليد جنبلاط حول قصة الجيش والشعب والمقاومة، بلكي بدلهم مقاومة وجيش وشعب، بتصير يعني عالم. وفي قصة إعلان بعبدة يعني كمان، قوة 14 أدار المشاركة بالحكومة بتقول إنه هي متمسكة بإعلان بعبدة، هل ستبقى متمسكة بإعلان بعبدة؟ عن جد سؤالك هو ضمير الرأي العام الـ 14 أداري، نبصم لك هذا السؤال حقيقي. اليوم في صعوبة بإدارة عملية التفاوض وفي مشاكل، أنا يعني أقول لك إياها بكل صراحة نعترف فيها، ولكن هذا الشيء ما بيعني أنه الأمور تتغير، التحالفات تتغير، المواقع تتغير. اليوم في مواجهة كبرى، عملية تشكيل الحكومة على خطورتها وكبرى هي عملية جزء من هذا من المسار وليست نهاية المسار. وأنا عم بقول لك شغلة صغيرة بسام، أنه لما بده يفوتوا على طاولة مجلس الوزراء يمكن ما تقلع هذه الحكومة. يعني اليوم طرفين عم بياخدوا مكاسب، لا حزب الله مكسب أكبر من تكتيكي، مكسب كبير بقصة أنه
إشراك سعد الحريري في الحكومة مكسب كبير. الرئيس الحريري الذي قرر المشاركة، طبعا ما قرر المشاركة بس بناء أنه حلم بالليل أنه يشارك في جو دولي ومناخ دولي، ساعد وشجع ونصح أنه قطعوا مرحلة انتقالية. الأمريكان عم بيقولوها، الفرنسوية عم بيقولوها، السعودية منهم مانعين، الإيرانية بحاجة إلى هذه التنفيس المذهبية في لبنان ويحموا حزب الله. على صعيد التكتيك الداخلي في حكومة لازم ما تبقى تستمر هي تصريف الأعمال، وفي التحضير لمواجهة أخرى على الاستحقاق الرئاسي. هذه هي الصورة العامة. هتوقف أول مرة مع الإعلان ومنتبع نهاركم سعيد. ونعود لمتابعة نهاركم سعيد من الـ LBCI مع الصحافي والمحلل السياسي أسعد بشارة. يعني هلأ وجهت الدعوة للصحفيين للتوجه إلى قصر بعبدة من قبل زميلنا مستشار الرئيس المكلف نفذ قواص، يعني زميلنا بقى حرام المعاناة تعرف يطلعوا على قصر بعبدة مبارح، يعني دوروا الموكب يعني يمشوا شي 4 مرات ويرجعوا يوقفوا بالرئيس تمام سلام. رئيس تمام سلام يعني عانى من قضية ال9 أشهر. طبعا كان يجب افترض ان يكون له دور بحسمه قبل كتير، قبل ال9 أشهر. حكومه اداره النزاع كيف سيدير هذا النزاع؟ رح يبدا اول مشكله بالبيان الوزاري، تروح على مجلس النواب، تصير على مجلس النواب، تصير تصريف اعمال. هذا ما ينتظره اللبنانيون. ما حدا يشوف المن والسلوى. هلا على كل حال بدنا نسمعه للرئيس سلام. يعني بعد ما انت عندك اذا حكي ما بعرف اذا رح يحكي انت بعدين. انت عندك معضله مع بين فريق مسالم بيشتغل بالورقه والقلم والمظاهره والاعتصام الخجول والكبير والفيسبوك والجمعيات الاهليه والمسالم. نعم. وما بين مشروع بس هذا مسلح، بس هذا بيفرض عليه تقديم تنازلات. والله بيني وبينك بانصاف بقول لك اياها، منيح اللي بعد بقي من مشكو 14 اذار قوى تماسك. اولا تماسك، اثنين جمهوره اللي تعب واللي أنا بحييه تحية فردية خاصة لكل واحد من قوى 14 أدار 2005، أنا واحد منهم بحييهم تماما وبقول لهم ما تيأسوا وما تتعبوا، لأنه كل واحد من هذا الجمهور عم يتعرض لنفس الموجة من التشكيك واليأس والإحباط المتكرر. ولكن مش شعر، هيدا تمسكنا بهذا البلد، تمسكنا برؤيتنا لنموذج هذا البلد رح ينتصر. نموذج الآخر لا يمكن أن ينتصر، يسقط في العالم العربي، يسقط في كل العالم. نموذج الاستبداد، نموذج الاستقواء، نموذج الخروج عن دولة، نموذج الارتهان إلى خيارات إقليمية كبيرة وأن تكون وقود لخيار إقليمي كبير، هيدا بده يسقط بالمركز وبالأطراف. بالتالي في صعوبات كبيرة. أنا عم أقول تشكيل الحكومة مسألة تفصيل، إيه كبيرة تشكيل الحكومة إنه في تشكل الحكومة، ولكن مسألة التفصيل بالسياق الطويل اللي نحن عايشينه ورح نعيشه. عملية يعني الصبر هيدي عم تستنزف جمهور 14 أدار. وأنت اليوم كل أسئلتك أستاذ بسام بهذا الموضوع إنه وكأنك بتقلي ما تعبتوا بعد من هالتنازلات؟ مش ما تعبتوا؟ مش هون قصة، إنه طيب في فرقاء داخل 14 أدار مثلا قوات لبنانية أخذوا خيار بعالم المشاركة. إيه وأنا مع خيارهم 100%. بس أنا شو رتب عليهم تداعيات سياسية؟ بس أنا سعد الحريري سعد الحريري اللي أخذ قرار اللي قاعد بفرنسا منفي من خطر الاغتيال واللي بده يشارك عبر رئيس تمام سلام بثماني أو ثمان وزراء بالاتفاق مع رئيس جمهورية وتمام سلام والرئيس تمام سلام، ومع للأسف بالمشاركة مع فريق متهم باغتيال والده. هذا الموضوع تضحية كبيرة. بس هل هذا القرار سيعيده إلى لبنان؟ سندرس هذا القرار، سندرسه شو قلوا شو عليه، لأنه ما في شيء بالمطلق شيء سلبي وإيجابي، وأنا ضده. أنا ضده لأنه بعتبره بمعظمه سلبي. بس في شغلة واحدة بس خلينا الرأي العام يعرفها، إذا أمكن لك تشكيل حكومة لإدارة أمور الناس وهي الأفضل كانت الحكومة الحيادية مثل عم يطرحها الدكتور سامي جعجع، مثل عم يطرحها مثل ما طرحها اللواء الشفريف، إذا أمكن تشكيل هذه الحكومة. ولكن رئيس الجمهورية ما قدر واجهها، رئيس تمام سلام ما قدر واجهه. يعني يسجل لقلهم يعني رئيس جمهورية آدمي، ورئيس الآدمي بطريقة لبنانية يعني أنه شخص نظيف، ورئيس تمام سلام كمان ما حدا بيشك بوطنيته نفس الشيء، بس مش قادرين يواجهوا قمصان صود. شو بتقول؟ شو بتعمل؟ بتوقف البلد 50 سنة بلا حكومة؟ أنت بمواجهة مشروع مسلح وأمني شو بتوقف البلد؟ ولا بتحاول تعمل
فرصة الحد الأدنى بس. ولكن الخلاف بسام أنه من دون تنازلات سياسية، من دون يفرض عليك الطرف الآخر تسمي وزرائك ويحط فيتو على شخص مثل أشرف ريفي أو غير أشرف ريفي، صار بس هذا خسارة، بس هذا خسارة واستنزاف كبير. توصيفنا لقاله هو هيك وراح يبقى هيك إلى 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 أبد الدهر، هذا خسارة واستنزاف. يمكن اللي أشرف ريفي ربح أنه ما يكون بهيك وزارة، يمكن ربح ما يكون بهيك وزارة، وهذا أنا هذا رأيي الشخصي ورأي كتير من الناس إنه هذه الوزارة هي مثل وزارة على نموذج مصغر على حكومة 2009 اللي ترأسها سعد رفيق الحريري واللي بعدين أجهضوه، على الرغم إنه سعد الحريري يترأس هذا هكذا حكومة أجهضوه وانقلبوا عليه بزراعة الأمصان زريعة الشهود الزور وأسقطوه وعم بيلتقي الرئيس الأمريكي بالبيت الأبيض. بالتالي أي عهود لهذا الفريق؟ لا عهود، لا أمال كبار من وراء هذه الحكومة، لا أمال كبار من وراء هذه الحكومة. هذه حكومة إدارة مرحلة انتقالية ونقطة على رأس سطر. الوضع بالمنطقة هو صحيح هو الذي يملي توازنات فيما بعد في لبنان، ولكن في فريق بدي توجه له اسمه فريق قوى 14 أدار وثورة الأرز، مش للقيادات، بتوجه للناس، بدي قل لهم إنه النموذج اللي أنتم معتمدينه أنتم بالمكان الصح، نحن بالمكان الصح. رؤيتنا للبنان السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان والمؤسسات والتعايش بين مش تعايش وعلاقة الطوائف والناس والجماعات ببعضها المبنية على الاحترام وقبول الآخر وعدم الغلو والتطرف والاعتدال والجامعات والمسارح والفن والموسيقى، يعني ببلش من السياسي بوصل لكل نماذج حياتنا الحضارية. تقلن انه هذا النموذج رح ينتصر، انتصر بكل العالم، انتصر باوروبا، انتصر وبلش بالعالم العربي. صاروا يقولوا 100 مره هذا الكلام، رح ينتصر رح ينتصر رح ينتصر، يعني كل يوم وكل مرحله إيه؟ مع كل مع كل, إذا مع كل مع كل مع كل شخصيه بتسقط باغتيال بيقولوا لهم صارت الناس هذا صارت الناس عندها وعي بتعرف انه مش اذا نزلت على مظاهره تاني يوم رح تحقق العجيب. هذا مسار تاريخي، هاي الحقيقة مسار تاريخي، عليهم يكونوا واقعيين. وفي مشكلة عند قيادات 14 أدار، في مشكلة كبيرة، مش بس مشكلة تخبيص بالإداء، في مشكلة عدم مصارحة الناس والكلام معهم. قيادات بعض قيادات 14 أدار بتحكي لجمهور 14 أدار مثل كأنه عم بتبيعوا بضاعة وهمية، يعني عن حسن نية بس عم بتبيعوا بضاعة وهمية، إنه عم تحكي بينه وبين نفسه. الناس بدها تحكيها بصراحة لأنه الناس عندها ذكاء وبتعرف، بدك تقلها أن أنت بمعركة ومواجهة طويلة، هذا الشيء مش عم ينحكى. أنا هلا عم أقوله أنتوا بمواجهة طويلة سلمية، أنتوا رح تدفعوا ثمن ونحن رح ندفع ثمن، ولكن بالنهاية هذا هو المسار اللي بيخلص البلد، هذا هو المسار اللي بيخلص البلد. وهيدا مش عزاء انه انا عم عزي الناس انه راح تخلص البلد، هيدا هو المسار الطبيعي، هيك التاريخ بيقول. طيب. هذه الحكومه يعني التي يعني حسب ما يتوقع انه تصير حكومه فعليه واقعيه بعد شوي، طيب يعني شو المهمه الاساسيه المطلوبه منها؟ انت عم تقول انه تقطيع مرحله. ايه تقطيع مرحله. تقطيع مرحله، تقطيع مرحله بشو يعني؟ يعني لن تتمكن من اتخاذ قرار يتعلق بمشاركة حزب الله في سوريا، لن تتمكن من اتخاذ قرارات إلى علاقة بالواقع الأمني الداخلي اللبناني. البعض بيقول أنه هذه الحكومة بدها تيجي تحضر لانتخابات رئيس الجمهورية. شو بدها تحضر لانتخابات رئيس الجمهورية؟ نكبر عقلنا يا عمي، نكبر عقلنا شوي. ما هذا موضوع هذا الموضوع التعطيل من 2005 لتغيير اتفاق الطائف. اي رئيس جمهوريه واي يعني اذا في كلام من النوع هذه الحكومه انه ما بدنا نجيب حكومه وهي الحكومه، يعني وخصوصا عند الجنرال عون هذا الكلام يقال انه هذه الحكومه بدها تحضر لانتخابات رئيس الجمهوريه حتى تاتي برئيس قوي الى لبنان. طيب اوكي قوي هذا الكلام عم يتداول، في رئيس قوي، في رئيس حكومه قوي، في مؤسسات قويه بوجود الدويلي. عم برجع له على طول لانه لازم ارجع له، ما في يعني نحن من 2005 عايشينها يوم بيوم يوم بيوم هيك. شو في شيء حدا قوي في دوله ليش بوجود الدويله؟ اي اي دوله ضبطت شبكات الارهاب، ضبطت الارهابيين، ليش مش هي مش دوله؟ ممتاز ممتاز، لانه على اساس الجيش اللبناني عاجز ما عنده قدره، يعني انه اذا انترك على اساس الجيش اللبناني ما في يضبط الحدود، على اساس الجيش اللبناني ما حارب فتح الاسلام، على اساس فرع المعلومات هذا الرئيس تمام سلام وصل الى قصر بعبدا الحمد لله على السلامه، على اساس انه اجهزتنا الامنيه مكرسحه. اكثر لك اكثر شغله مؤلمه بعد سؤالك هذا مؤلمه جدا، انا بتذكرها وقت قصه العديسي انه كلام السيد حسن نصر الله انه من يمد يده على الجيش سنقطع يد اليد التي تمتد الى الجيش اللبناني. صحيح هذا الكلام مش مؤلم مش مهين
ليش مؤلم؟ في فريق لأنه لبناني يدافع عن الجيش اللبناني، لأنه الجيش اللبناني هو اللي بيدافع عن أهله وبيحفظ المؤسسات، ما بده حدا طرف شرعي غير شرعي ومسلح أنه يحميه. شو هو الجيش اللبناني؟ شو هي المؤسسات الأمنية؟ ما هي عصب المؤسسات؟ بالتالي هذا الكلام يعني هيك بيعكس كل شيء عم بيصير، بيختصر لك بكلمتين شو اللي عم بيصير. من كلف حزب الله الذهاب إلى سوريا؟ ومين بيقول له حزب الله؟ مين بيقول له حزب الله انه انت المعادله اللي بتحطها انت هي الصح وانا بدي اخضع لنتائج هذه المعادله؟ انت عم تحط معادله انه انا اذا رحت لونيك هني بيجوا لهون، مين قال لك انا قبلان بهذا التخريف، هذا الكلام اللي ما له طعمه، اللي ما بيمشي على صف ولاد صف الانزيان؟ مين قال لك هذا الكلام؟ الدلائل على الارض عم بتشير اي دلائل على الارض؟ نحن عم نطرح نموذج ترسيم الحدود اللي رفضتوه، عم نطرح نموذج انتشار الجيش، عم نطرح نموذج انه ان يتم تنظيف السلاح كل غير شرعي من كل الناس، من كل الناس. هذا نموذجنا، نموذجك تطلع سوريا تقاتل وتشارك الى جانب نظام بشار الاسد وتتفبرك داعش فوق والنصرة بطريقة كمان مشبوهة، وتصير عملية البينج بون يعني ما بين طرفين يتقاتلون بيدفعوا ثمن الناس بالضحي وغير الضحي. هذا الواقع، هذا مين الواقع. بيقول لحزب الله انه شرك أسعد. مين بيقول لحزب الله انه شرك الوطن لبناني بهذا الموضوع؟ راح يقولوا له بقلب الحكومة هذا الكلام، او راح يجوا يقولوا له بالبيان الوزاري لا نريد تدخل في سوريا ولا نريد تدخل باي مكان؟ من سيقول هذا الكلام لحزب الله بالحكومه؟ بعدك عم بتشكك بايديهم، وبعدني انا عم بقبل هذا التشكيك لانه هذا المسار صار يقتضي التعديل الجذري بداخل الحكومه. اذا راح اطرح لك السيناريو المقابل، اذا ما عملوا هيك داخل هذه الحكومه الحد الادنى لاداره المرحله الانتقاليه اللي هي تقطيع وقت، شو بعد ما نسميها قد ما بدك، داخل هذه الحكومه إذا ما عملوا الحد الأدنى، هي حكومة الحد الأدنى. هذا ما عملوا الحد الأدنى. بين بالبيان الوزاري. راح يبين بالبيان الوزاري. طبعًا. هل بالبيان الوزاري سيتمسكون بهذه المبادئ؟ ما نشوف هالقصيدة اللي بده يعملها لتفادي قصة جيش الشعب مقاوم. يعني في شيء قصيدة. هي مش قصة بس جيش الشعب مقاوم. أنا خفيف منها هالقصيدة. هي مش بس قصة جيش الشعب مقاومة. طب كمان في الأمر الأساسي اللي هو حياة لبنان اللي حكي عليه علان بعبدة، اللي هو عدم زج لبنان في الصراعات الإقليمية كمان. هم اليوم في فرصة تاريخية أستاذ بسام. من هو محمد شطح؟ اللي ساهم بقصة صياغة إعلان حياد بعبدة، واللي كان عم يشتغل على مشروع دولي لتدويل حياد لبنان، وثيقة بكركي قصدي. هو يمثل الرئيس الحريري بيمثل والتيار المستقبل بيمثل، بس هو أحد الرموز، يمثل طائفة كبرى بالبلد. صح. كانت تاريخيا تقول إنه نحن عرب مش لبنانيين. رجعت صارت تقول نحن لبنانيين وعرب، ورجعت صارت تقول هلأ نحن على الرغم من كل ما يجري في سوريا، وإلى سعد الحريري مبارح نحن بنحيد لبنان نحمي وطننا. المسيحيين حدا بشك أنه بمعظمهم عندهم هذا التوجه لتحييد البلد يعني، وعن عن الصراع وأنه تدويل هذا التحييد وحماية البلد من ما يجري. ما هذا كان مشروع المسيحيين التاريخي من أيام الجبهة اللبنانية وقبل الجبهة اللبنانية ومن تأسيس لبنان الكبير، وتأسس حتى يكون مفهومه أنه محيد للشرق والغرب وغيره. عند الطائفة الشيعية مش عم بحكي عليها كطائفة، عم بحكي عن مشروع حزب الله. مشروع حزب الله هو الوحيد الذي يخرق، الذي يهدد لبنان ويضعه على سكة الأخطار. وهذه الخطورة. اليوم كل في شبه إجماع بالبلد على التحييد. طيب في طرف واحد المحزن أنه هذا الطرف الواحد يغيب أطراف أخرى يجب أن تكون ضمن محور الحياد بالترغيب الرئاسي حينا والنفطوي حينا آخر، و بالتهديد مثل طريقة ولي جملاط، بس هو كمان بيقول وبال مش الموني داخل، يعني عم بحكي عن رئيس نبي بري، انه قرار رئيس نبي بري طبعا مع حزب الله. بس كمان يعني حزب الله بيقول انه مش انا وحدي اللي عم بتدخل في سوريا، هناك فرقاء اخرين يتدخلون في سوريا، يعني هناك مجموعات تذهب لتقاتل في سوريا، هناك فرقاء اخرين يعني يتدخلون بالدعم المادي بالدعم اللوجستي بامور اخرى، مش ضروري بس قتال في سوريا. نحن متفقين انه لا وجود لاي قتال حقيقي، انه شيء اسمه طرف نحكيها بالسنه في سوريا، انه تيار المستقبل عم يتقاتل بسوريا، لا بس يدعم مثل ما بيقول يدعم حزب الله. اعلاميا وسياسيا، انا بدعمه وانت بتدعمه وهو عم يدعم اعلاميا النظام السوري وفتحين له منابر، مزبوط، هذا مش مشكله، نحن متفقين على شيء. الطرف الاخر يعني حزب الله هو الوجه الاخر للقوى الجهاديه العالميه اللي اتت تقاتل في سوريا، هذا يعطينا نظريه غير. فاذا هذوك اجوا يقاتلوا ضد النظام، هو راح يقاتل الى جانب النظام. هل حدا بيقنعنا انه حزب الله هو مشروع تنويري، يعني انه حداثوي
انه يختلف كثيرا او قليلا؟ مشروع ديني، في ايديولوجيه دينيه. مشروع ديني ايه، بس بيحكيك لا لا بس بيحكيك الله. بس بيحكيك بالتنوع، بيحكيك بالتعدديه يعني. واضح. وبنشوف انه مواجهته مع هذه المنظمات المتطرفه داعش او النصرة انه يستخدم تعبير، يستخدم عناوين يعني بتقول انه لا والله انه هيدا حزب يعني يسعى الى انه يكون في تعدد وتنوع في هذا المجتمع اللبناني. لانه هاشم السلمان هو التعبير عن هذا التعدد والتنوع، والسيد علي الامين اللي من قبل بصور هو كمان تعبير هذا التعدد. داخل طائفه الشيعيه، داخل طائفه الشيعيه ما في، لا منسكرها، ممنوع حدا يفتح تمه، ممنوع. هذا تعدد وتنوع كامل الدسم على اكمل وجه. معلش يسمحوا لنا، معلش يعني التاريخ القديم والحديث والكله بيشهد انه هذا المشروع مشروع الغائي. الغائي. وما جرى امبارح بالامس بتشكيل الحكومه هو خير دليل على ذلك، حينما برز كل الاقوياء المؤمنين بالدوله والمؤسسات مثل اشرف ريفي وغير اشرف ريفي، وليس وقوفا فقط على اسم اشرف ريفي، كل هؤلاء هن هدف. وسام الحسن بيكشف شبكة ميشيل سماحة يتم اغتياله. واليوم الكلام انه مش بس فقط فيتو حزب الله، فيتو من النظام السوري على اشرف ريفي. يعني اي حجم من المخاطر تعرض لها اشرف ريفي، اذا هالقد عملوا حرب شرسي وقفوا حكومة لهم جزء من مصلحة منها تيمي يتوزر اشرف ريفي، اذا هالقد يوحي لهم الاستفزاز. لا هني ما عنده مشكله توزير اشرف ريفي، بس ما بده اياه بوزاره الداخليه. بعدين يتسلوا بغير شيء. بعدين النقطه الثانيه استاذ بسام، انه لاحظ الطرف كيف بيشتغل. يعني فتشوا لشبعوا، شو في عليه ملفات، شو تاريخه، شو عامل. ناصع البياض ما في شيء. طلعت شو القصه، بس استفزازي. هذا استفزازي. يعني ليش استفزازي؟ استفزازي لانه وقف ميشيل سماحه، ولانه بعث له النظام السوري انه فتوا على غرفه النوم بس وقفتوا ميشيل سماحه، يعني تهديد مباشر هو لا لو سام الحسن. استفزازي لانه حمى كل حاولوا يحمي عبر فرع المعلومات ويقيم الدوله. استفزازي لانه خاض حرب بس اجى مين ياكد لهم كلامه ويقول لهم مزبوط استفزازي، ها خلينا عنه شلناه حطيناه على جنب، جيبوا شوفوا مين بتقبلوا بوزاره الداخليه. انا لا لك شغله رح اجاوبك على النقطه، بس انا صارت قصه الاستفزازي لقب يتمناها كل انسان حر وشريف. بتقول له اليوم شو بتتمنى، بقول لك انا بتمنى اكون استفزازي اذا على طريقه الاستفزازي اللي عملوها. مهم موضوع انه مين قبل مين ما قبل، بسام من قبل مما قبل بهذا الموضوع، هذا تفصيل. اللواء اشرف ريفي في داخل وزاره الداخليه، خارج وزاره الداخليه هو ما اقع واحد، صار في هو داخل مشروع الرئيس شهيد رفيع الحريري، الوزير المرتقب انه هذا المشنوق بوزاره الداخليه. ايه ليش لا، كمان ان شاء الله ما منه استفزازي. والله كمان مواصفات استفزازيه مهمه استاذ انه هذا المشنوق، مش هم هذا الموضوع، هذا موضوع تفصيل، موضوع تفصيل ما يعني ما بيعني شيء. اللواء ريفي جوا او برا، جوا هو ذاته، برا هو ذاته، هذا لا خلاف الا لا اختلاف على هذا، جوا وزيته وبرا وزيته، والاهميه الخطوره على هكذا حكومه، كيف ستدار الامور داخل هذه الحكومه. طبعا نائب نهاد المشنوق اللي راح يصير اذا صار وزير هو احد الاشخاص المؤهلين يعني انه يديروا فريق يعني حكومه جوا، لانه في مواجهه حال عظيم. هل فريق 14 أدار المشارك في هذه الحكومه يعني عنده خطه للمواجهه، وضع استراتيجيه للمواجهه في لجنة صياغة البيان الوزاري التي ستتشكل بعد في عناوين كبرى اول جلسة، في عناوين كبرى، في خطة للمواجهة ولا انه كمان كل طرف يغني على ليلاه؟ عم بيعاني منها فريق 14 دار، هذه في معاناة يعني بمفاصل اساسية حصلت، ولكن بالنهاية ما يجمع هذا الفريق اكبر مما يفرقه. شو بعد في بيجمعوا؟ بيجمعوا على ما بيجمعوا بال يعني كثير بالايجابيات، بيجمعوا بالسلبي اذا جاز التعبير. بيجمعوا رؤية لمشروع البلد، أكيد تجمعوا، أكيد مع اختلاف ببعض التفاصيل تجمعوا موضوع أنه في مواجهة كبرى حاصلة بالبلد، هو جزء أساسي منها، هذا اللي بيجمعوا. وبيجمعوا أنه في لا يزال هناك الكثير من التحديات، أنه بده تقطع الناس معا، بس توصل الناس إلى تحقيق دولة. وأنا عم أقول لك هذه منها عملية يوم ويومين، لأنه عايشينها عشناها تاريخيا، حينها بتشوف معش في 14 يمكن بالطريقه اللي شايفها هلا، بس هلا الى الان والى ما بعد الان والمدى القريب والبعيد 14 اذار هي مش حاجه لقيادتها،
ولا أي عملية تحالف حزبية. 14 أدار هي حالة وطنية عابرة للطوائف، هي الوحيدة المؤهلة أنه تواجه مشروع يعني الدويلة ومشروع ما يخطط للبنان. بس برأيك ما في خطة موضوعة لمواجهة المواجهة داخل الحكومة؟ في أنه العناوين لا بدي يطروا يواجهوا ما في عندهم حل. بس بيواجهوا في في بروفيل لوزراء، في بروفيل لوزراء بيواجهوا بنسبة معينة، في بروفيل لوزراء قادرين يخوضوا مواجهة. إيه بس بتيجي بتقول كمان إنه مثلا هذه الحكومة بدها تحضر لانتخابات رئاسية، أنت قلت أنت هذا كلام فارغ ما له شيء. ما له معنى. إيه. لسبب لا ليش لا له معنى؟ لأنه بالنهاية في خلطة رئاسية رح تصير. يعني في خلطة، في احتمال هلا تقارب بين الشكل ما بين الرئيس الحريري والعماد عون. قد يوحي ببعض خلطات معينة ولكن ليس إلى درجة إنه يحدث مشكلة داخل الطرف. أمين عام مجلس وزراء كمان سهيل بوجي وصل على خلص. أعلان تشكيلي خلص. المراسيم. أعلان تشكيلي من بارح. هلا أنا مش عم نحكي بالتفاصيل من الساعة 10 لهلا. بس إنه مشان نخبرهم للناس شو عم بيصير يعني. نخبرهم إنه في تشكيلي وزاري. بعد 11 شهر. بعد. فأذن خلينا نفوت على قصة. بعد قد إيه رح يصير البين الوزاري برأيك سيد بسام؟ أنا ما بعرف إنه ليش تأخرت على 11 شهر يعني كله سوا. لأنه حزب الله معطل معطل لمبارح لأفرج عنه. هي هي هي. ليك حسب أكلاف الاقتصادية، حسب أكلاف 9 أشهر الاقتصادية بس، حسب أكلاف اعتصام وسط بيروت، حسب الأكلاف الإنسانية من شهداء وجرحى ودمار بحرب 2006 اللي بعدين بينت إنه فيها شيء ممكن لو كنت أعلم يعني فيها شيء إنه كان ممكن تفاديها. وما بي طيب. ناس أذكياء ما في غادي. خلينا نرجع لمسألة إنه هاي الحكومة بدها تحضر الانتخابات الرئاسية. شو بدها تحضر؟ ايه شو بتحضر الانتخابات الرئاسيه؟ مش رح تحضر شيء الحكومه اساسا، مش رح تحضر شيء. اذا قدروا يديروا وزاراتهم بالحد الادنى يعني تسيير اعمال بيكون كان به. حزب الله عم بيقول تالي هيدي حكومه انيه لانه الوضع في سوريا هو الذي يحسم بعدين فيما بعد الوضع في لبنان. يعني بده يفوت بس يقعد على الطاوله، بده يفوت يكفي المعركه جوا بسوريا، بده يخلص يبرود، يحاول اخطر شيء قصه يعني تطويق عرسال، وهذا رح يكون استحقاق قدام المشاركين في الحكومة. إذا حزب الله طوق عرسال وفي اقتحام لعرسال شو بيعملوا المشاركين؟ هذا شو العلاقة الحكومة؟ مش اختصاص الحكومة؟ لا ما أنت قاعد أنت وياه بحكومة وحدة، شو بتعمل؟ طب أنت لا تسأل الأطراف المشاركة معه بالحكومة شو بتعمل؟ إنه هاي بس هذا اختصاص الحكومة. في شو حكومة إجت وحكيت أو في شيء رئيس حكومة طلع حكي عن تدخل حزب الله في سوريا؟ لاحظ إحنا أسئلتنا كيف عم زور إنه او نقاشنا انه نحن بحكومه واحده اوكي، شو خص هاي بهاي؟ مزبوط. على راي زياد الرحباني شو خص؟ كيف شو خص؟ ما انت قاعد بحكومه هي المفترض هي صاحبه القرار السياسي، اعطائه للجيش، لقوى الامن، ضبط الحدود، حمايه المواطنين، وفي عندك طرف جوا عم بيقاتل بسوريا وعم بحاصر مدن وقرى والضياع وعم يعمل وكذا. انت شو بتعمل؟ انت شو بتعمل معه؟ شو بتقول له؟ انت بتقول له ليش هل انا قادر انتج قرار؟ اي واحد من هؤلاء الوزراء يفوت على الطاوله ينتج قرار يقول تكلفنا الجيش بضبط الحدود والانتشار على الحدود ومنع ذهاب حزب الله للقتال في سوريا؟ هل من وزراء مش ذهاب حزب الله بس، حزب الله وغير حزب الله اكيد غير حزب الله قبل حزب الله بس ما هذيك هذوك فرافيت ما لهم طعمه. حزب الله جيش هو وزراء قوى 14 أدار رح يعملوا هيك على الطاوله؟ بدك ما بعرف. طيب. انا ما بعرف وزراء حزب الله وزراء قوى 14 على الطاوله لما بيعتقل الارهابي شو اسمه الأطرش؟ نعيم عباس ونعيم عباس وغيره بغض نظر انه هودي كانوا تربية الإيرانية يعني هودي مجموعة عبدالله عزام كلهم هودي تدريب إيراني يعني قاعديين إيران قاعدي بسموه. يعني نعيم عباس مش كتير مرتبط بكتائب عبدالله عزام يعني حتى هني الكتائب عبدالله عزام طلعوا له انه مش لما بيقولوا هذا يعني اطلق صاروخ على اذا ثبت انه اطلق صاروخ على اسرائيل من جنوب والبعد 13 سنة اللي اكتشفوا حزب الله والقوى الأمنية اكتشفوا انه اطلق صاروخ معناتها شيء مشهد بيضحك. نعم عباس يعني بيقولوا عنه انه هو مثل كيف بدي اقول لك يعني وكيل انه يوكل باعمال بدك تجيب نعيم عباس ارهابيه بدك تجيب نعيم عباس وبدك تجيب عمر الاطرش واكبر راس من هودي اللي عم يعملوا تفجيره انتحاريه لانه هيدا اجرام غير عظيم. مقبول وغير مضبوط هذا مسلم فيه مش هنحكي 100% بس بنفس الوقت بدك تجيب اللي فجروا المساجد بس كيف بدك تجيبهم هودي كلهم وانت زارع جزر الامنيه بالبلد ومحصنها كيف بدك تجيبهم وانت يا حزب الله قاعد على طاولة الحوار ممنوع ينفات على اي جزيرة امنية ممنوع الكلام بسلاح المخيمات ممنوع الكلام بسلاح احمد جبريل ممنوع الكلام بسلاح طرابلس ممنوع الكلام بشي انت شو عم تعمل
شو هو الدرس النموذج عم تعطيه؟ هون التحدي على طاولة مجلس الوزراء. هل في مرة اقتراح في مرة اقتراح عجبني كتير قبل ايش مجلس الوزراء بده يناقش في مرة اقتراح اول ما اجى العميد عون على لبنان عمل اقتراح عبقري كتير كتير مهم نزل على مجلس النواب وقال بدي القوى الأمنية تحدد لي كل البؤر السلاح غير الشرعية في لبنان وعلقه علي عمار وعلقه دار الصريخ لأنه كان يومتها مش راكب البازار التفاهم البازار يعني إيه هذا اقتراح أنا بدعي قوى 14 أدارة وزراءهم يتبنوا حددوا لنا مين السنية والشيعية والمارونية والدرزية والسريانية حددوا لنا البقع اللي فيها سلاح غير شرعي عملوا خطة استراتيجية تعرف شو كانت صح يا مجلس نواب أحد أبرز خطة يعني اللي طرحها اللواء ريفي بموضوع هذا الموضوع استراتيجية وطنية لمحاربة الإرهاب طح. تشمل الجميع تشمل كل الناس خاتوا أفسيني مرة مع الإعلان ومتابعة عدم سعيد ونتابع الجزء الأخير من نهاركم سعيد من الـ LBC مع الأستاذ أسعد بشارة بدنا نحن وياك ننتقل لقصر بعبدة مع زميلنا نافذ أواصي اللي هو المسؤول الإعلامي لدى الرئيس تمام سلام نهارك سعيد نهارك سعيد أستاذ بسام نهارك سعيد أستاذ بشارة أول شيء بدنا نقول لك مبروك يعني بعد 11 شهر الحكومة على قاب قوسين أو أدنى أنه تولد يعني خبرنا آخر اللحظات الأخيرة قبل توجه الرئيس سلام إلى بعبدة وماذا يجري حاليا في بعبدة أول شيء مبروك للبنان مبروك لكل اللبنانيين وبالفعل هذا الإنجاز اللي تم اليوم أو اللي بده يتم بعد قليل إن شاء الله بعد اجتماع الرئيسين سليمان وسليم اللي بلش من خلال 10 دقائق تقريبا حيكون في تشكيلة بعد دقائق من وصول الأمين العام لمجلس الوزراء دكتور سهيل بوجي للقصر الجمهوري الاتصالات كانت مستمرة ومتواصلة منذ ليل أمس بل منذ 3 أيام تقريبا فينا نقول أنه الرئيس سلام والمعنيين كمان بموضوع التشكيلي ما ناموا لا ليل ولا نهار وخصوصا مبارح بقى الرئيس سلام حتى الفجر لا حتى يكون في هناك شيء حكومة ترضي الجميع وإن شاء الله هذه الحكومة حترضي الجميع طيب يعني في حدا استفزازي؟ عم بيسألك استاذ استاذ اسعد انه فيها حدا استفزازي هذه التشكيله هلا 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 خلينا من دون ما نفوت باسماء وبحقائب وباي نعم. شيء خلينا نسمع التشكيله الوزاريه كما تعلن رسميا بعد اجتماع الرئيسين وطبعا بعد اطلاع الرئيس نبيه بري عليها نسمع رسميا وحتكون هي مريحة للبلد إن شاء الله رح يتحدث الرئيس سلام بعد إعلان التشكيلة طبيعي في له كلمة حيوجهها للبنانيين وهالكلمة حتكون شاملة ووافية إن شاء الله وترضي الجميع رح يتوجه إلى السرايا بعد ما يخلص قصر بعبدة أو أنه مثلا سيزور ضريح والده أو وين رح يتوجه خلينا بس يخلص الاجتماع لأنه اليوم بعتقد أنا بده يكون في اجتماع دعوة لمجلس الوزراء اليوم وبده يكون في صورة التذكارية كما هو معتاد عند تأليف أي حكومة باعتبار إيه أنه الرئيس بري كمان مسافر يعني نعم مشان هيك نعم شكرا لزميل نافذ أواصي المسؤول الإعلامي عند الرئيس تمام سلام كمان في زميلتنا ندى أندراوس كمان عم بتغطي وقائع يعني ولادة وتشكيل الحكومة نهارك سعيد نهارك سعيد لك ولضيفك الولادة العسيرة بس 11 شهر 11 شهر هيدي ولادة مش صايرة مش هيدي ايه عزوبة هيدي ولادة مش صايرة بس يعني كيف هالمولود كيف توصفي لنا اياه هذا المولود الحكومة هلا مش مهم كيف بنوصفه مهم اذا عجبت السياسيين واذت على القياس الحسابات وما استفزت حدا ما هيك بنسأل إذا أستاذ أسعد بشارة إذا نقول مبروك إذا اللواء أشرفيفي رح يكون من ضمن هالحكومة بوزارة الشؤون الاجتماعية يعني مصادر الرئيس سلام حتى الأستاذ نافذ زميلنا عم نحاول نعرف منه إذا هل استبعد كليا اللواء أشرفيفي أم لا مثل ما قال لك بسام الاتصال الهاتفي إنه خلينا ننطر تتصدر التشكيلة ولكن المؤكد
انه بحسب كمال يعني اوصاته للرئيس سلام انه الرئيسين عم بيوضعوا اللمسات الاخيره، وانه الكلام بين المرشحين انه هذا المشروع او جمال الجراح للداخليه لم يحسم بعد بين اي من الشخصيتين، مع انه معلومات هي ترجح اكثر النائب نهاد المشنوء لتولي حقيبه الداخليه. اما الثابته لدى يعني مرشحي تكتل التغيير والاصلاح هن جبران باسيل الخارجيه والدفاع سمير مقبل بعد السبعين، طبعا الوزير خليل الهراوي نظرا يعني لاعتبارات المذهبيه في التقسيمات بالحقائد السياديه، و علي حسن خليل للمالية، والداخلية نعرف بعد شوي لمين ستقول. أما يعني الياس أبو صعب فحل مكان الوزير جابي ليون من وزراء التكتل، إضافة إلى رونيا ريجي من المرضى وأرتير نازاريان للطاقة. على كل يعني بسام نعرف بالساعات القليلة الماضية كانت الاتصالات تكثف لحل عقدة الداخلية، هلأ اللي يقال انه يوضع الرتوش الاخير اللمسات الاخيرة ببعبدة، والحكومة بعد دقائق او يمكن بعد وقت قليل من هلأ. شكرا لزميلتنا ندى اندراوس. عزيز رح نبقى نحن معك كمان لحتى توفينا بكل ندى عم تقول شيء لليلي؟ اي ما اقول ما جواب. اذا رح نقول مبروك انه اللواء ريفي رح يكون من ضمن التشكيلة ام لا؟ رح ننطر اللواء اشرف ريفي هو اللي بيقول على كل انا بس انت معلوماتك الاستاذ ديفي زوال. طيب على كل في تصريح للواء اشرف ريفي ادلى فيه منذ قليل، بيقول فيه ادلى اللواء اشرف ريفي بتصريح قال فيه: يبدو ان حزب الله قد ادمن على التعطيل وهو لا يكاد ان ينتهي من عمليه عرقله حتى ينتقل الى اخرى. اليوم اراد ان يجعل من حقيبه الداخليه عقده التاليف، والحقيقه انه هو العقده بل هو عقده كل البلد، وانا لن اشارك في اعطائه فرصه الاستمتاع بلحظه العرقله من جديد. إزاء ذلك أتوجه إلى الرئيس سعد الحريري وإلى كل الأخوة في تيار المستقبل، مؤكدا أن أشرف ريفي لا يرضى أن يكون جزءا من المشكلة التي تواجه تأليف الحكومة، بل نحن جزء من الحل الذي عمل لأجله الرئيس الحريري. وإنني أعلم بكل وضوح ومسؤولية أنني سأقف مع أي قرار يتخذه الرئيس الحريري ويرى فيه مصلحة للبلاد. إن شيئا لن يبدل من قناعاتنا، وسنكون في خدمة هذه القناعات في أي موقع يمثل طرابلس وأهلها الأوفياء لمسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. شو رأيك بهذا التصريح؟ نترك للواء أشرف ريفي هو على البيان، يعني طبعا في تواصل مباشر بين اللواء أشرف ريفي والرئيس سعد الحريري طبعا واضح. هذا الموضوع هذا البيان نتاج هذا التواصل، والساعات المقبلة هي اللي تحدد المسار. بس أنا ما بقدر، اللواء أشرف ريفي هو اللي بيحكي باسمه، أنا اليوم كمحلل سياسي وصحافي مني مستشار اللواء أشرف ريفي عم بحكي اليوم باسمه، بس بدي أحكي باسمه، بحكي باسمه كلام اللي يجب أن يتم التعبير عنه باسم اللواء أشرف ريفي. بس لفتي هون إشارته أنه هو لن يشارك في إعطاء حزب الله فرصة الاستمتاع بلحظة العرقلة. يعني هل هذا كلام يعني هل هذا كلام يعني إذا بدنا نقول كلام دبلوماسي، أو هل هذا كلام أنه حتى يعني تبرير لما جرى؟ هذا كلام يدل على انه يعني الوضع على اتم تنسيق مع الرئيس سعد الحريري، هذه الحقيقه رغم كل اللخبطه اللي صارت. بعدين كلام يدل انه اللواء اشرف ريفي مش مستوزر، يعني سواء صار وزير او ما صار وزير هذا الامر سيان مثل بعضها، يعني عم بحكيك اياها بكل صراحه، ما انه مستوزر ولا طابح لمجد زائل مثل ما قال ببيانه اذا كان جوا بما يؤمن موقع ومكانته وقدرته على تحقيق أهدافه السياسية ضمن برنامج حكومي إدارة مرحلة انتقالية، ولكن من جوا تؤمن هذه المعايير كان به، إذا لم يكن وزيرا أو شيء من النوع برا، يعني جوا أشرف وبرا أشرف نفس الشيء، ما ميزاتها البدلة البيضة جوا ما ألا أي معنى، بالعكس المواقف اللي برا أحيانا ممكن تكون أكثر داعمة لمشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهو اللي أشرف ريفي حالي يعني حالي حليفي داخل مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري سواء جوا أو برا، ولكن بمعاييره هو بشروطه هو، مش شروط خاصة، شروطه السياسية هو. ما يعني هذا الموضوع ما في مزح. طيب يعني هذه الحكومة يعني التي يرأسها الرئيس تمام سلام ويشارك فيها كمان النائب وليد جنبلاط، هون دائما بيكون في كلام عن ما يسمونه يعني كمان رئيس الجمهورية في عنده ممثلين داخل هذه الحكومة عن هذه الكتلة الوسطية، وأنه هذه الكتلة الوسطية بتجرب تعمل التوازن، وهذه الكتلة الوسطية بتجرب تلاقي المخارج الوسطية، أنه والله
مثل ما قلت بنلاقي صيغة لصيغة الجيش والشعب والمقاومة ومسألة الحياد وما الحياد وما شو يعني الجيش هون في هيك بالفعل يعني بقولوا إبداع سياسي بهذا الموضوع أو إنه هذا الموضوع يعني إنه وين بيكون في ضغط أكبر تمشي هذه الكتلة. هي الموضوع البيان الوزاري له أهميته بيبس بسيط نص لأنه قصة عنوان جيش شعب مقاومة تمسك فيها حزب الله لأنه بتعطيه هذه المشروعية. اليوم يريد مشروعية أخرى على نفس الطريقة وإن مع فاصلة. لا يريد مشروعية كمان للقتال في سوريا. ولا القتال في سوريا وبكرة القتال في بسيناء وبعد بكرة القتال باليمن مع الحوثي. يريد استنزف هذه المشروعية. ما عاد في مشروعية ولا حدا قدر يعطي مشروعية لا سعد الحريري ولا غير سعد الحريري لا الأكبر ولا الأصغر. ما حدا بقدر يعطي بقى مشروعية لمشروع هالقد على مستوى المنطقة عم بيورط لبنان بكل هذه الأخطار. بالتالي شيلوها من راسهم هذا الموضوع. أنت بتقلي هلأ أنت واسي من الموضوع رح يتنازل ويرجعوا. أنا برجع بقول لك جوابي هو التالي يعني عملوا الفاصلة أو ما عملوا كل واحد قاعد بموقعه اليوم حتى لو فات على حكومة جزء من حكومة إدارة مرحلة انتقالية رئيس بري وصل كمان هلا طبعا يعني كل هالبروتوكول اللي له علاقة بولادة الحكومة إيه لأنه هالحكومة اللي ما بعرف شو بنسميها حكومة عقيمة لا ما بعرف ليش حكومة عقيمة حدا بفوت بحكومة عقيمة اي عقيمة ليش عقيمة عقيمة لانه مش رح تنتج هلا اليوم مش رح تعمل اعجيب يعني اليوم فور اعلان الحكومة رح يتفائلوا اللبنانيين رح يحسوا انه في شيء تغير بالبلد ايه هيك عملوا بال2009 طيب هيك عملوا بال2009 لانه السياق هو ذاته بيتفائلوا لما بيتغير السياق بيحصل تغيير جذري ما بيتفائلوا انه فايتين على حكومة بكره رح ينقتل بيا برود هذا تفاؤل هذا مش تفاؤل هي حكومة عقيمة بس أنا بقول لك حكومة الحد الأدنى لإدارة إذا أداروا الكهرباء والماي والتليفونات يمشوا المصالح هذه والكذا ها بيكون يعني مين راح يدير وزارة الطاقة هلا أرتور نازاريان ولا وزير باسيل يصطفلوا البدنية المهم بنظري أنا أنه صار المسيحيين بلبنان والشرق تعرضوا لكارثة كبرى لأنه الحقيقة لأنه ما أخذ جبران باسيل الوزارة أنا هلا أخذ وزارة خارجية لا بلشت يعني المهم إنه برأيك مش مهم إنه تيار وطني حر وبالتحديد إذنه هذه الوزارة كمان رجعت ولاها هيك بصريح العبارة شخص مسيحي ماروني وزارة خارجية ما أعمل لك أنا بلشت كتير خاف على مستقبل المسيحيين بلبنان والمنطقة لأنه باسيل ما أخذ وزارة الطاقة في خوف مرعب يعني حقيقة كان لازم كنا نعمل عملية استنفار لأنه مستقبلنا صار أصبح بخطر هلا بغض النظر عن هذا الكلام لا جد بس إنه بدك الجد وزارة الخارجية شو بيعني هالتق تقاسم المغانم هذا شو بيعني والدولة عم تنهار ليش تقاسم المغانم هيدا تقاسم يعني مغانم يعني تحت سقف انهيار الدولة هل وزير جبران باسيل في الخارجية استمرار لمن سبقه من وزراء في وزارة الخارجية استمرار نفس السياسة المعركة الوحيدة التي تفيد المسيحيين تفيد المسلمين هي معركة استرداد الدولة هل عم نحكي قصيدة شعر يا عمي؟ لا مش عم نحكي قصيدة شعر هيدي هي مش معركة صراع على مغانم بطاقة وبنفط وبسياحة وبشؤون اجتماعية وبداخلية كله هذا موضوع تفصيل اليوم انت عم تتقاسم مغانم بدولة عم تنهار بالتالي شو عم تعمل؟ انه لما بتنهار الدولة بتنهار على المسلمين ولا على المسيحيين ولا على واحد من اثنين هؤلاء المسيحيين اللي رابطين وضعهم بالطاقة وبالسياحة وشو بناخد وزارة أقل وزارة أكتر بدولة عم تنهار بدولة حلفائهم عم بيأدوا إلى انهيارة هؤلاء يقولون حق يحكوا بموضوع استردوا حقوق المسيحيين ليش حقوق المسيحيين تسترد إذا واحد أخذ طاقة أو واحد أخذ خارجية شو له معنى هذا الموضوع كله سوا لا بس إذا استطعت كمسيحي أنك تفرض الشروط كمان شغلي مش هاي كمسيحي إذا عملت دولة بتجيب ابنك من أستراليا ومن كندا وبيجي بيستثمر بيرجع بيعمر بكفروة وبيرجع بيجيب أولاد وبيرجع بيعمل توجه لأنه يرجع على البلد بيرجع بيستثمر بيرجع بيزبط ساحل جوني هذا كله المخالفات بيرجع بيجيب السياح على البلد بيرجع بيعمر جامعات بيرجع بيشتغل بالخليج بيرجع بتفاعل مع المسلم اللبناني بيعملوا هذا النموذج هيك بتعمل هيدا مستقبل المسيحيين بالبلد بس مستقبل المسيحيين بالبلد أنه عم بتقسم متفق مع حزب الله بالكبير عطيه تغطية لسلاحه تخرب البلد خرب البلد فوق راسنا وانت جاي عم تفتش بيطلع لي الطاقة والكذا بكره هلا الصراع على رئاسة الجمهورية انه بعمل رئيس جمهورية وما بعمل باخد الطاقة وما باخد هودي المسيحيين هالقد صار هزيلين المسيحيين في لبنان يعني انا مع احترامي للرئيس سعد الحريري امبارح انه صار من مكان يعني صار من مكان بده يشفق على المسيحيين في لبنان لا هو ما كان عم يشفق على المسيحيين امبارح شو هيدي انا هو هي شفقة حبية هو من قلبه بالعكس هو كان عم بيأكد انه هذا الرئيس المسيحي الوحيد من خواطئ الهند مع احترامي للرئيس الحريري ومع احترامي
مع عدم احترامي للنظام السوري وتحالف الأقليات اللي عم بتوسلوا المسيحيين، صاروا هالمجموعة انه للشفقة، شوي من هون شوي من هون، شوي بيقول لك تعرف الأقليات لأنهم مهددين بده يأكلون المسلمين، مين قال لك المسلمين بده يأكلوا المسيحيين؟ والرئيس الحريري، الرئيس الحريري لما شاف في يعني ثغرة بهذا الموضوع فات منها، شكرا شكرا جزيلا. ولكن هودي الناس بيستدعي وضع الشفقة فقط لأنه عم ياخذوا خيارات تستدعي الشفقة، مش لأنه هن وضعهم يستدعي الشفقة. العميد عن بشار الأسد وضعه يستدعي الشفقة وموها أنه بده يعمل رئيس جمهورية وبده عن بشار الأسد، وبده يعمل رئيس جمهورية وبده عم سلاح حزب الله، شوي بده يعمل رئيس جمهورية عم بيهاجم المسلمين أنه أنتم إرهابيين، شوي بده يعمل رئيس جمهورية بعد شوي الإرهابيين صاروا حلفاء بده يعملون يا رئيس جمهورية. هيدا اللي يستدعي الشفقة، لما بتجدد له بيكون وضعك يستدعي الشفقة، مش انه الشفقة يعني مش انه ليش بده ينطر المسيحيين سعد الحريري تقول لهم انه انا حافظ لكم على الرئيس المسيحي الاول، ما احترامي ومحبتي لسعد لانه هني شو عم يعملوا حتى يحافظوا على موقع المسيحي الاول؟ ايه هني شو عم يعملوا؟ مزبوط هذا السؤال، شو عم يعملوا؟ هني عم يتقاسموا وزراء، اليوم في بكره جاي انتخابات رئاسة الجمهورية، يتقاسموا وزارات. ما هي الضمانة عند المسيحيين انه هذه الانتخابات ستحصل؟ اين هي الضمانة؟ اللي بيخرب الدولة بال2005 في فرصة تاريخية 14 أذار وشباط 2005 لاسترداد لبنان الذي نريد كلنا مسلمين ومسيحيين، بخربها وبروح بيصطف إلى جانب النظام السوري اللي ذبح لبنان 30 سنة. مين خربها بال2005؟ هذا الطرف اللي راح خرب الدنيا. مين اللي مانعون يعني؟ مانعون بال2005 مش ضد حزب الله. ايه بس ما هلا مش ضد النظام السوري بالانتخابات. ايه لما ما عمل رئيس جمهوريه صار كذا، هلا هذا موضوع تفصيل، بس عم احكيك مسار المسيحيين. وذهبوا المسيحيين ثلاث ارباع المسيحيين ذهبوا انتخبوا العماد عون لانه رفع هذه الشعارات بال2005 ضد سلاح حزب الله وضد النظام السوري. ايه وبال2009 نفس الخبريه. لا بال2009 تغير تبدلت نص بنص. لا انه بال2009 يعني نص صار مع سلاح يعني نص انتخب السلاح سلاح سلاح حزب الله مشروع سلاح حزب الله ونص كان احتمى بنظام سوري انه بشار هو بده يحمي المسيحيين بلبنان وبسوريا وبالعالم، والنص عم هيدي بال2010 ما كان بلش بس اليوم السوري بس اليوم استاذ بسام يعني بال2009 لا لا كان نظريه تحالف ما كانش بلش تحالف الاقليه نظريه ما هيدي مبلشي من 76 هيدي مبلشي بس ما كانت هيك رجعت على الساحه اللي هيدي مبلشي من 1800 بشكل واضح يعني مهم عم نحكي عن المسيحيين انه كيف هل يستدعي وضعهم الشفقة او لا وكيف لازم ما يستدعي وضعهم الشفقة. لما بيخوضوا مواجهة على الكبير بموضوع استرداد الدولة وشو هو دورهم ودراسة دورهم وعلاقتهم بالمسلمين سنة وشيعة، مش مسلمين سنة يعني عم نحكي المسلمين كأنه عطول سنة، المسلمين كل المسلمين وكل مكونات هذا البلد، لما هيك بيعملوا بيقعدوا على رواء ساعتها بيأسسوا لدور مستقبل. طلعت مذكرة بكركي أيدوا كل الفرقاء المسيحيين ومش بس المسيحيين، مسيحيين وغير مسيحيين كلهم رحبوا بالمذكرة. حسن البطرك الراعي مش مؤيد هالمذكرة؟ كيف مش مؤيد؟ إنه الكلام عن الحكومة والتهديد بالحكومة الحيادية وقوعها وكذا عكس المذكرة. لا إجا قال بطرك الراعي إنه مش مناسبة إنه تتشكل حكومة وتاخد الثقة، إنه هيدي مش مناسبة لا لرئيس الجمهورية ولا للرئيس المكلف. ليه؟ لشو المؤسسة؟ وضع سيء نحن. لشو المؤسسة؟ بتعمل حكومة بتاخد الساعة تحبط اللبنانيين أكتر. لشو مجلس النواب؟ دخلك هذا الديكور لشو مجلس النواب؟ يعني هيدا تماهي مع نظرية حزب الله. لشو مجلس النواب؟ طب هذا مجلس النواب لتشكل مش ليعطي ثقة أو ليحجبها. صح. مش لأكترية. مش لأكترية. بس بظروف عادية. بظروف البلد عم بيمر فيها. انا لي 20 سنه بشتغل صحافي بمئات او الاف المقالات كتبتها، بتعرف كم مره مر بهذه الظروف الاستثنائيه الحرجه والصعبه؟ شيء 3 ملايين مره. امتى الظروف ما كانت عاديه؟ نحن بمعركه لاسترداد الدوله، نحن بمعركه لاسترداد الدوله. اذا الكنيسه اللي عملت وثيقه عظيمه وتاريخيه ما التزمت فيها وخرقتها بعد يومين، اذا الكنيسه هيك شو ناطر من القيادات السياسيه؟ يعني انا انصدمت يعني بس سمعت البطرك الراعي في معلومات قلت انه كيف دخلك البطرك ملتزم فيها؟ سالت نفسي هالسؤال. عندنا بعد 30 سنه بس في معلومات بتقول هلا انه هذا المشنوق للداخليه ايوه واللواء اشرفيفي للشؤون الاجتماعيه ورشيد درباس للعدل، يعني ما بعرف كيف 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 صار هالتبديل. اوكي هلا انا في مشاورات لا خصوصي وزاره العدل يعني في كلام طويل عريض كل الليل صار للصباح كذا ما قال لي الحق اكشف عنه. هيدي العلاقه بتكون مباشر ما بين على كل اللي بقى شفريفي والرئيس سعد الحريري والقرار صحيح يتخذ. على كل اهلا وسهلا فيك بالال بي سي. شكرا. ومشاهدينا ايضا بدي اشكركم على متابعه هذه الحلقه، وابقوا معنا لمتابعه كل التطورات التي لها علاقه بتشكيل الحكومه، والى اللقاء.